Bonjour quatrième primaire. Quand il y a ce qui est salon, il fait un mobile. Article indéfini ou article défini, l'adjectif démonstratif. Dit, le wahda han kalem al. Lekin aizin a rafil fait un mobile indéfini ou défini. L'indéfini, il a rafil moul aria à deux ans. Yann, il y a. Le moul garçon, walad. T'en a fait million walad, t'en a fait triche. Fi, bint, t'en a fait million bint. واخرها اكس هدايا انت ما حددتليش دول بيروحوا مع مين ان و اون و دي ان للماسكولين سانجليي مذكر مفرد اون للفيميلين سانجليي مؤنث مفرد و دي للبلوريال يبقى انا لازم ابقى حافظ كلماتي وابقى عارف ماسكولين ولا فيمينين ولا بلوريال عشان لما يجيلي سؤال اعرف احط هو طالب ايه؟ بس تاني عشان احل صح لازم ابقى عارف ان دي المجموعه بتاعه الاندفيني اندفيني. طيب لو جالي حاجه طبعا اخرها اكس او اس يبقى هو كتر خيره وفر لي على طول هاخد مين دي يبقى اول ما يجيلي مو كلمه كده اشوف هي اخرها اس ولا اكس والله يبقى كده يبقى ميرسي يا مدام انت سهلتي عليا لكن الام والان طبعا انت عندك فوكابولير وعارف مين جارسون ومين في طيب تاني لما اقول لك ايه جارسون يبقى ولد وسط مليون ولد انت ما حددتليش ده مين طيب نيجي نتكلم على الارتيكل ديفيني اللي هي ادوات المعرفه اللي هم زي في العربي الالف واللام اللي بنحطها قبل الكلمه لو للماسكولين سانجليي مذكر مفرد لا للفيمينال سانجليي والالابوستخوف للفويال سانجليي لازم تكون كلمتي مبدوءه بحرف فويال وسانجليي مفرد دي البديل بتاعه لو واللا طيب ايه هما الفويال؟ نفس الانجلش بس هزود عليك اثنين نقولهم تاني نفتكر سوا ا اي او يو يغرك اش ليه لقيت اش مين لما اجي اقول اوبيتال انا اقول هوبيتال هوبيتال لا سيلانسيو عشان كده اقولها اش مين مستتره مش باينه طيب واللي للبلوريال يعني تقف قدام اي كلمه طالما اخرها اس او اكس ولو مبدوءه بحرف فويل طيب تاني هنا هوت لو انا جيت قلت ايكولي هتاخد مين من الديفيني؟ طبعا الالابوستخوف. طب لو انا جيت حطيتها في الام بين والدي هتاخد ايه؟ هتاخد اون ايكول الله. طب ازاي يا مدام؟ ما دي فويال ودي فويال الاون هنا قويه الي فخت فخت يعني قويه تقف قدام اي كلمه طالما في ميلان وسانجليه حتى لو مكتوبه بحرف فويال لكن في اللو واللا فبل ضعيفه ما تقدرش تقف قدام كلمة مكتوبة بحرف فويال ومفرد تعمل ايه؟ جابت مين يساعدها؟ الألف والصف. خلاص كده عرفت الفرق؟ حلوة. نيجي لآخر حاجة الأدجكتيف ديمونستراتيف. ودي حاجة زعلتني قوي ها؟ إن في ناس بتتلخبط فيها، أنا مش عايزة حد يتلخبط. أنت عندك في العربي هذا وهذه وهؤلاء. هما دول بالظبط عندي في الفرنسي. طب نشرح كده؟ دي سول بمعنى هذا للماسكولان سانجولي مذكر مفرد ماسكولان سانجولي حلوة طيب كل الكلمات الماسكولان سانجولي ينفع احط قدامها سول؟ قال لا ليه؟ سول دي جت قالت انا ضعيفه اخري حرف فويال لو جالي كلمة ماسكولين سانجولي مبدوءة بحرف فويال مش هعرف أقف قصادها، زي مين؟ زي أوتيل، زي أوبيرا، الأوبرا، كل دول ماسكولين، ما ينفعش أقول سو أوتيل، سو أوبيرا، جابت مين يساعدها؟ السات دي، والسات دي بسميها سات أنسولتي، يعني إيه أنسولتي؟ يعني بتي واحدة فقط. طيب يعني هنا هحط الست دي وهنا هحط الست
اعرف ان الكلمات دي ماسكولين سنجلير. وسو دي زي مين؟ سو جارسون، سو ستيلو. لا. طب يا مدام دي اسمها ست ودي اسمها ست، افرق ازاي؟ انت كبير بقى، تي بغاف، انت شاطر في الفرنسي، يبقى وانت بتقولها هتقول ست انسل دي، ست بتي واحده فقط اللي هي بتاعت الماسكولين سانجلير فويل، ودي ست دوبل تي، اسمها ايه؟ ست دوبل تي، دي لاي كلمه فمينا وسانجلير، حتى لو مكتوبه بحرف فويل. الله، يعني يا مدام دي عامله زي الام قويه فقط. ايوه بالظبط كده، يعني هو سات في البنت دي، سات ايكول مدرسه بقى فيمينات، سات اغواخ دولاب. طبعا انا ماليش دعوه بالعربي لو هي مذكر في العربي، الفرنسي ملوش دعوه. سات اغواخ دولاب، معايا؟ فاهمين؟ طيب يلا، والسيتي لاي كلمه بلوريال، جمع كادو هدايا. الله، شايفه ايه مبدوء بفويل؟ بس احنا كنا دايما نجري لاخر لتر، اخر حرف في الكلمه ونشوف. اتفقنا؟ يا ريت بقى بعد كده ما الاقيش حد بيتلخبط فيها. تين سو، ها كلمتين، يلا ردوا معايا. ها سو ست انسل تي، ست دوبل تي وسي. حد يفكرني احنا قلنا ايه؟ قلنا ان ست دي بتيجي تساعد السو عشان هي ضعيفة، ما بتقدرش تقف قدام أي كلمة ماسكولين سانجلييه وما بتقف حرف فويل. السات أنسل دي ده بتساعدني عشان خاطر تقف قدام الكلمات اللي هي ماسكولين سانجلييه كومونس باغ أن فويل، كومونس يعني مبدوءة بحرف فويل. السات دي اسمها إيه؟ سات دوبل تي، اللي فخ قوية، تقدر تقف قدام اي كلمه فمينا سانجلييه مبدوءه بحرف فويل. وطبعا زي ما قلنا السي دي للبلوريال، يعني هذا وهذه وهؤلاء. ميرسي بور فوتر اتونسيون.